الدم ديالنا حنا مع كريم. الله يعزك الله يعزك صافي قدام حوس عفوا ماشي مشكل صافي نواصل باذن الله عز وجل لان الشهادات بفضل الله عز وجل من ناحيه النساء فهم بزاف وحتى الرجال ف باختصار حتى ان شاء الله يتسنى الامر الجميل. انا اختي انت اتيتي كم جلسات فرق الجماعيه صح؟ بالعدد نعم بفضل الله عز وجل الناس الحمد لله الناس ياتون للرقيه الجماعيه من كل مكان ويعاودون الرجوع لها بفضل الله عز وجل. طيب انت اثناء الجماعيه تاتي لها من اي مدينه؟ مدينه وزه. من وزان تأتي للحضور الجماعي ثم ترجع. وعلى عراقيل في الطريق لأن ما عنديش سكن ما عندي تشي حد هنا وشن نقول لك وما عنديش المصاريف ومع ذلك كنت متعاونت مع البارك الله فيكم وهذا فضل الله لأن سخركم الله في طريقي ولقيت الأخوات اللي حطوني معاهم في الدار يعني ضيفوني. احنا أسرة واحدة والله يشدنا نتعاون مع أخواتنا. فضلكم كثير عليا وهذا فضل الله بارك الله فيكم واسالكم الله الجنه. لكن الاخوان اللي تيعرضوا وتيقولوا بلي انا كاين الشهوذه وكاين السحر وكثير من القرب هذا كذب. الحمد لله ما كاينش هذا الشيء. وهنا الرقيه الشرعيه الرقيه القتيله على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القران وكتاب الله. الحمد لله وما يحاولوش يعني يمنعونا ولا يحاولوا يغلقوا المحال ويسدوه. لا احنا محتاجين انت غني بهذا الشيء وهو الشرقي ما يستطيع بفضل الله تعالى يسوي شيء لان الله تعالى هو الناصر والحافظ وهو المعين. لكن انا اريد فقط ان اوصل الراي العام ان ما يقال فيه وما يروجون له هو كلام يعني مدفوع عن طريق النت او الفيسبوك او عن طريق الجيران ولكن الغايه من طرف بعض الناس هداهم الله سواء الرجال او النساء هداهم الله. الله سيتكفل بهم. نعم؟ الله سيتكفل بهم هذول الناس الشريرين. هل رايت اخت تشتكي مني؟ ابدا بالعكس كل شيء او من معاملتي؟ ابدا هذا الشيء ما كاينش. ياتي كم تاتي من وقف الجمعيه؟ 60 70 اكثر بعض المرات توصل حتى 120 او شي حاجه. سمعوا مزيان وما تشتكي واحده فكيف ياتي نفر خمسة بحاول أنهم يكيدوا بالإنترنت وسيطروا الأموال شيء مدبر هذا نفس لكن الله تعالى سوف الله معهم يا رب. هذا نفس وما عادش صوروا والو. أنا كنقولها حتى اللي يسمع هذا الفيديو مهما حاولوا يمنعوا الرقية الله سوف ينصرك. الحمد لله إن شاء الله ربي غادي ينصرك عليهم وهذا المحل ما يتسدش. الحمد لله. وشنو شفتي يعني شنو شفتي اليوم كيفاش يجمعوا لينا؟ متبرع كان جايبين الناس مخلصينهم وبين الله شاهد لان الناس هذوك ما تيعرفوش شنو هو الرقيه وما تيعرفوش لانهم يقولوا كلام فاحش كلام سيء وحاولوا يضربوا المساء والمؤامره يعني البلطجه نعطيهم اموال دراهم وكذا ونأتيو بهم باش يبداو يسبوا فيه ويرفعوا شعارات وكذا ولا يرفعوا يعني هذه اخلاق سيئه. لقاو مشكل غير مع الناس اللي كيتعالج سبحان الله. اما الجرافي منهم خمسه تقريبا يعني هذو اللي غايين في انفسهم لان يعني ربما عندهم محلات وكيتشكلوا من السيارات وكذا. انا من جهه أنا لو تكلموا عندنا الجهه انا صح لكن انهم حتى ينضموا اليهم ويتخبوا وسطهم هاد الناس اللي جايين من بعيد ويبداو يسبوا ويشتموا ويصوروا باش يطيحوا في الفيسبوك وفي اليوتيوب باش يقولوا احنا وقفنا وكذا ما وقفوا شيء. احنا الرقيه قمنا بها والناس هما كيشهدوا وهذا الشيء كيزيدها بفضل الله عز وجل بفضل الله عز وجل ثباتا والناس كيزيدوا يعرفوا الحق اكثر باش يعرفوا الناس. انا كنشهد قدام الله وقدام الناس ونمشي معكم حتى للوزاره انا كنشهد بالحق. ما كاين لا شعوذه ما كاين لا خمر ما كاين لا كما يقولون يعني ما نستحي نقول هذاك الشيء اللي كيقولوا هما. هذا الشيء ما كاينش. كاين هنا الرقيه القصيله بالقران الكريم وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء اللي كاين. الله يعزك الله يعزك شكرا ان شاء الله الله يسرك احسن الله عليك امين يا رب يسر الدعاء. لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد. تفضل اخي السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اختي هي بناتك تعالج صح؟ طيب عرفت غير بغيت نعرف اختك بنتك كتعالج كيجيبها مرنتي مرة كيجيبها باها وكتدخل دخلت الفرضية ودخلت جلسات كثيرة الجماعية. بغيت نعرف حاجة وحدة من خلالك انت
وزوجك وبنتك، واش شفتوا مني شي حاجه ما قلت ادب سوء تعامل معكم؟ كيفاش تتعامل مع بنتك وهي مريضه؟ انت شيخ نعم والله بينا، نعم والله بينا. انا تكرفس مع بنتي بزاف، كنت كنقضي في المدرسه طحت الدار خمسه المرات، كانت كتسقط خمسه المرات في النهار الليل، كتغوت الليل تغوت تسقط خليها شي الناس. نعم ديناها لعب الطبيب. نعم عطاها النشرة لمدة عام. نعم مشينا عند فوقها. نعم على قصد علاج صحيح. نعم ملي كتمشي كيعطوك شي علاج ماشي فيه صحيح. نعم واش عرفنا ما صحيحش حتى جينا عندك. الحمد لله ملي جينا عندك الحمد لله تغيرت الحياة ديالنا. الحمد لله من أحسن 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 كثير. اللهم لك مرتاحين الحمد لله. وقبل ما تمرض بنتي كانت مشاكل ديما عندي في الدار. ديما كنت انا بعض المرات تنقول انا شي نهار غادي نشرق على ولادي. المشاكل ديما ديما، ولكن ملي طاحت بنتي سيت المرضى في الطبيب مشينا عند الفقهاء متنوعين. نعم فهمت. الوالده ديالي عرفت بان المحل ديالك كاين هنا. كان كيسب على واحد السيد. كان كيقرا عليها ملي كيقرا كيسبب ليها كاع على اسبوعين ولد مده شهر وعاودها مده شهر مده شهر. اين قالت لي لا ما نمشيوش عندهم، حنا غنجيو عند السيد هذا عاودوا لي الناس ليه، توكلنا على الله جينا عندك. من جينا عندك درت لها الرقيه الاولى الجماعيه سنت القران، انا براسي تغيرت الزوج ديالي تغير اللهم لك الحمد. عندما راينا وجهك وعندما اتينا الى المحل ديالك مرتاحين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ومن بدا العلاج ديالها التحسنات كتغير فينا حنا في انا في الزوج ديالي في بنتي ماشي عا في بنتي فينا حتى انا والزوج ديالي اللهم لك الحمد. السيده تقول باختصار على انها كانت تشتكي ابنتها انها تصرع خمس مرات في الليله في اليوم الليله، تشتكي من تعطيل في الدراسه واشياء عائليه هي بينها وبين زوجها وبين ابنتها، لكن بعد او كانت تذهب عند كثير من المعالجين طبعا المعالجين لكن كانوا يفعلون اشياء غير شرعيه، فلما اتي الى هنا تبين ان الامور الاولى كانت غير شرعيه ورات تحسن واضح بفضل الله في ابنتها وفي نفسها وفي زوجها. الحمد لله. لكن الامر واش انا شفت من شي حاجه ديال الاخلاق ماشي مزيانه؟ لا لا ها؟ لا انت تعالج بالقران الكريم سواء اللي دخل عندك ولا اللي بقى على برا كله كيتعالج. الحمد لله لان كلشي كيتسمع كلشي هذيك ربي غير على مساله اللي حيت كيدخل معايا اللي حتى اللي كيدخل عندي لداخل ولو بوحدو الكلام كيبقى مسموع من بسم الله حتى النهايه الكلام كله مسموع بصوت عالي كيتعالج ما يقولش اسم ربما كنقول هذا الكلام انا كاع الامور اللي غتجيب ليا الفتنه ولا يتكلم فيها الانسان كنحيدها بمعنى الكلام كله يسمع حتى ما يبقى مجال للشك ان في كلام هذه شهاده يسمع. هذه شهاده لله بحق بحق الشيخ نعيم ربيع. الحمد لله. لان ملي كتبدا العلاج داخل المرضى مره كنطلع عليهم من الجاجه مره كنصخهم يعني الداخل كيتعالج. انت بنتك كتجي كم مره هنا؟ انا اسال سؤال انت مادام جيتي هنايا كتجلسي مع النساء وكتسمعي كلام الكعوج واش قالوا لك شي وحده ما عندهاش رجعتها؟ لا انت الفلوس ما كتبغيش تشدهم عطيناك فلوس بيدينا وما شديتيهمش عطاني زوجك الداخل والله العظيم يعني داخل وقال لي الامانه قلت لك لا هذه شهاده لله سبحانه وتعالى. نعم صح لكم ما بغيتيش صح وانت تقول اللي ما عندهاش جي مرحبا بها واللهم لك الحمد. وانا اقسم بالله العلي العظيم انا ما كنتش كنصلي. نعم وليت كنصلي الحمد لله وليت الفجر انا والزوج ديالي كنصليو اللهم اقسم بالله العلي العظيم توليت كنراقب انت بيدي الحمد لله تعلمتي الحمد لله لان الاصل عندنا هنا مدرسه شديت نعلموا الناس خديت من عندك شي حاجه بعدا كنعتق بنتي شويه تما الحمد لله ملي كنطيح نعم كنطبق نعم شي حاجه كنطبقها والحمد لله اللهم لك الحمد. الله كان بالله تعالى يوفقنا ويوفقنا اشنو شي شتي الخلو داروا اشنو الناس انا ديما كنصيفط بنتي بعض المرات
نقول لها سيري وانا غنتبعك. دابا جا شفناها لينا جماعيه حيت الوالده حدا الدار فهمتني الجماعيه كاين ناس كثير. قالت سيري انا غادي نتفضها الظهر وغنتبعك. نعم. المهم ملي الاب ديالي طالع من جهه الزنقه قال لي ملي لحقت يلا بغيت نزل من الرطو قال لي عرفني يا بنتك قلت لها راه كاين عند الشيخ معي وانا غنلحق عليها دابا قال لي حط غير ما تصير شفا قال لي كاين شي روينه ما فهمت ليها والو بنتي. قلت لها هادوك الناس كيجيو عند الشيخ نعيم اليوم الدنيا عامرتين. قلت لها والله زعما ربي يصوم بحال قال لي عسيري شوفي حطيت البطو وجيت ملي هبطت بقيت بنتي كتتغوت كتقول لعنهم الله الكافرون لعنهم الله. بإشارة الجن مع انه الذي في ذمتها كافر افهم لكن صرع وصار يستنكر على المسلمين افهم. وهذا اليوم حصل نكت يعني اللي فيها الجن اليوم عفري مالك اسلم. لماذا اسلم؟ اسلم لانه قال نرى انا تاثرت بما رايت فيك من اخلاق وكيف يحاربك هؤلاء ويقول عن كذا وكذا فكان يتكلم ويسرع فاسلم. سبحان الله سبحان الله الحمد لله جزاك الله خير. سامحينا سلامي الزوج ان شاء الله ان شاء الله تعالى. تفضل يا اختي. السلام تفضل. يعني السلام عليكم. نريد نبين للناس ان شاء الله ان انت الحمد لله كتعالجي هنا مركز الغربه المغربيه والقشريه المراه المغربيه المغربيه. هل رأيت شيء يسيء الأدب أو مخل الأدب؟ هل تعاملت معك في يوم ما معاملة سيئة؟ يعني في شيء في نظرتك نظرة سيئة؟ قطع كلام سيء؟ ها؟ يعني ما يقال أن نعيم ربيع يفعل بمريضاته أثناء الرقية يطالع في النساء يشوف فيهم يتحرش فيهم يعني هالكلام انتم كتشوفوا الجماعي كيفاش كتمر كيفاش كندير في الجماعيه باش غير الناس يفهموا كندير الجماعيه مزيانه بالعكس انت كتعاير من الناس ومن دوك الجن اللي كيطلع كيبقاو يعايروك انت اللي كيهينوك وكتصبر على داك الشيء ديالهم باش انت عارف الحالات ديالهم كي دايره. نعم اما انت بالعكس راه كيضربوك وما كيخليو ما يديروا لك وانت كتصبر على كل شيء لحقاش عارف قدراتك تبارك الله ما شاء الله الحمد لله عارف القدره اللي عطاك الله على هادشي من عند الله راه ماشي من عند العبد. صح. اما كون كان تشعويد هذاك المشعويد ملي كيدير التشعويد علاش كيهربوا منه الناس؟ ها هو يمشي عندهم الراجل ويهربوا من بعد ومشينا عند رقات اخرين من غيرك انت. نعم. مشينا ما مشيناش ولكن انت واحد ما تيقولها فيك زوينه فاش كيسمع بانك لنا عند نعيم ربيع. نعم. ديما تيهينوا علاش؟ علاش؟ من الغيره ومن الحسد واصلا شكون اللي كيحاربك؟ انا نقول لك بصراحه انا الجن ديالنا حنا الخايبين انا كنشهد بها فينا جن خايب هو اللي كيهاجمك انا بصراحه نقولها لك ماشي كل شيء فينا زوين فينا الخايبين ما تيخافوش الله ومنا حنا وجه كنوجه لنا الفاحش يعني ما كتبغاش الله وانت على يدك ما شاء الله عاونتينا ما غنساوش هذا الخير ديالك ما غنساوش حيت ما عندناش غير شويه ولا غير جديد عندنا قديم حتى ديال الاهل ديالنا القديم والحمد لله باش اننا رجعنا نقراو القران ونشدو كتاب الله ونمشيو للجامع ونحيدو التبرج ونرجعو لطريق الله راه ماشي سهله ماشي سهله ان واحد الانسان راه والدينا وعائلتنا وكل شيء ما كانش كيكشد واخا كيهضروا معنا ما كنصدقوش ولكن بقدره ديال الله ديال اللي عطاك الله انت وشهدنا بها من النهار الاول وماشي غير من العام الاول شهدنا بها فيها يعني باش وصلنا لهاد المرتبه وجينا ولينا كنجيو بالهريضه الله يهدينا كنجيو باغيين نجيو يعني كاين شي خير واخا نكون مريضه كنجي كون كان الناس معايا في الطوبيس يشهدوا غادي يقولوا باز لهاد السيده اللي كتجي بوحدها ما معنا حتى شي حد لا امي لا خويا لا با لا دير حتى شي معايا الله سبحانه وتعالى يعني كاين واحد الخير انا كيهزك كيقول لك سيدي عند فلان راه نوضي تتشافاي وكيفاش كنت كنجي كنجي في امي في الارض ديما غدا مني كتجي مني كانت والحمد لله انا في على 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 البركه اللي عطاها لك الله سبحانه وتعالى باش تشافينا باش تقوينا بالايمان ديال الله حيت الحب ديال الله راه صعيب باش الناس يعرفوه صعيب بزاف ومساله ديال شي شتيو السبان والعيوض شتيو شي طريب ولا شي شنو شتي
شفت انا الاخ الاخر اللي انا شديته من يدو شد الحجره وانا نشهد بها قدام امام الله ما تخافتي من شي حد وما تهمنيش شي حد امام الله نشهد بها انا شديته بيدو ومتواجه انا وياه وتواجهت مع المراه اللي شدتني وبغات تضربني حتى انا بغات تضربني وضرب السيد ضرب الاخ ديالك حيت شفتو ضربك انا ما كنبغيش الضرب حيت شفتو ضربك ضرب الاخ ديالك هي فاش شديته وانا اللي مراه انا غير مراه يعني ضعيفه كائن ضعيفه مشيت بالقوه اللي عطاني الله مشيت شديته باش ما يمشيش يضربو بغا يهز الحجره وبغا يضربو بها ونشهد ليه نشهد قدام علاش بغا يضربو بغا يضربو حيتاش على هاد الفتنه اللي داروا على هاد الكفر على هاد الشيء داروا هاد القيامه اللي دايرين على هاد الخير اللي انت كديرو كتعطي الناس وكتعاون به الناس شوف الناس ما شاء الله منين تيجيو ما شاء الله واش قال لهم شي حد يضربهم على يديهم حتى حد ما ضربو شي حد على يديه عطيت انت عجيب كتشوف الناس اللي كيجيو من جميع الدول من جميع الدول انا نقول لك شي واحد الحاجه انا حتى عارفه ان عندي داكشي قوي والقوي هو الله سبحانه وتعالى ولكن حتى انت داكشي عارفه بان ديال القتل وديال الجنون باش وصلت لهاد المرحله الحمد لله تحسنتي تحسنت يعني بشويه 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 واخا وقعوا لي عوالق صح 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 وراك عارفهم وقلتها انا قلت لك انا غادي نوضوا لي انا الصدع الجين ديال الخيب غير نوضوا لي الصدع معاك انت باش انت تولي دير انت يفتنوك عليا انا باش نتحبس باش انا نتحبس على الرقيه انا نشهد بها وفعلا وصبرت واخا غضبت داكشي ولكن صبرت مشيت رجعت للجامع تخشيت فيه ولكن رجعت من عيطتي لي رجع وكنت كنقول لك وانا تصعيك يقول لك رجعت وكنت قايله كنقول هو اللي غيعيط حيت هو اللي عارف اشنو طرا بيني وبينه هو اللي غيفهم هادشي هو اللي غيعيط لي غادي يبعدوا عليا وغيبرد الامور هو ما شاء الله اللي غيعيط لي وكنت متيقن هادشي والحمد لله عيلتي وجيت الحمد لله كتشوفي الناس كيجيو من كل مكان وذاك النهار بعدا اللي غيوض ديال الفتنه عليا شكون اللي وقف عمرك ما درتي فرضيه رقيه جماعيه للرجال اول مره غديرها في الحضور ديالي انا اللي حتى انت اللي خصصتي ليا الفرضيه والفرضيه عمرها ما كانت كتكتب ليا انا انت عارفه ديما فكم ما كتكتب لي تكتب الفرضيه كتوقع لك شي حاجه انت كتوقع لك شي حاجه اما انا تانجي وفي الاخر فاش داك النهار تحققت يعني مش غادي نهبط وتقول لهم هاد السيده راه عام ونص ونص وهي كتسنى باش دير فرضيه عمرها ما كتبت وماشي منك انت انا عارفه مناش من داكشي ديالي اللي الله غيهدو ان شاء الله في الاخر انا واقفه كنتسنى حتى راه فينا اولا الخويا برا وثانيا كلشي دوك صحاب برا هذا فرنسا ايطاليا بلجيكا هولندا هذاك ليبيا السعوديه وانتظرتي فيهم قلت لهم راه ما يمكنش وكلشي تكب انت حشمتي انت مرقتي انت ما بقيتيش قادر تهضر ولا كيفاش دير حدك يعني انا عرفت بني راك مغلوب على امراك وعارفه شنو كاين معاك تغلبتي ودخلوا شي اشرار وشي شياطين دغيا خلقوك داخل دغيا فهمتي انت فهمتي انت راك عارفه هادشي فاهم اكثر مني راه كنت والحمد لله ما يهمنيش داكشي كله. طيب الاخت تقر بشيء انها هي تعالج من دون ذكر عندها امراض مستعصيه وسحقه جدا فكانت هي حب بينها وبين التبرج يعني التبرج وفي اشياء سيئه وتعالج عن القران والصلاه فتحسن فصارت تصلي ومتحجب بحب عز وجل وتاتي وحدها الان في صحه الحمد لله حتى تحسنت في صحه وعافيتها لكن الاشياء اللي يعني عندها قويه لما راى انه صار يضعف صار يخلق فتنه بينه وبينها حتى تبتلع العلاج لكن تظهر ان هذا هو نادينا عليها من جديد وتقر انها ترى الناس من جميع انحاء العالم يشهدون انهم يزورون المركز ويتعالجوا بالله عز وجل وتشهد الحمد لله بحسن الخلق وبالرقيه الشرعيه وتشهد انها رات من ضرب بالحجر وانه يسب ويشتم فهذه شهاده من الشهادات كذلك اختي اسال الله تعالى ان يوفقكم لاجل الشفاء ان شاء الله احسن الله اليكم جزاك الله خير شكرا السلام عليكم اختي من اي مدينه؟ بالضبط البروج طيب باختصار هل رايتي منا اي شيء يسيء اليك او لي لا الحمد لله طيب هل اثناء الجلسه الرقيه الجماعيه ترين كيف ترين المعامله والسلوك وحسن يعني الرقي الشرعي كيف هي؟ رقية شرعية يعني بمعنى الكلمة ما شاء الله ولكن في الأخلاق في المعاملة مع الناس في الكلام مع النسوة هل هناك أخلاق هل تجاوزات مع النسوة هل أسيء إليهن يعني مثلا نعم ها؟ طيب الحمد لله الحمد لله طيب هل أنت الآن كنت جالسة في الرقية الشرعية وحصل ما حصل قبل أن آتي يعني صارت المضاربة والمشاحنة والغوص شنو وقع شنو سمعتي؟ أنا شفت تقريبا 10 11 ونص لقيت يعني
الناس مجمعين مشيت كنسول واحد الولد قال لي كي علاش نتوما غنتحاربوا بهذا الامر والناس يعني مبتلون يعني بالمس والجن وبالسحر. قال لي لا حنا كنصدقوا حنا الجهه كنصدقوا هذا. قلت لي شوف خوك المسلم يعني مبتلى بمرض تبغيه يبقى فيه ذاك المرض؟ قال لي لا ولكن حنا اللي كنتأذى. باش يتأذى؟ بالصداع. طيب انا اقول مالي ومعلي. مسألة الصراخ او هذا الصوت العالي اذا كان حقا يشكل اذيه فهذا لا يجوز من حقي ان اقع فيه. لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار وحق الجار محصون محفوظ. لكن هل فعلا يصل الصوت بما يشكل اذى؟ لان عندنا كاتم الصوت والصوت بعيد وإذا حتى إذا خرج فإنه يخرج خفيف جدا كأن لا شيء. هذه جهة. إذا كان هذا حقا متبين أنا استعداد أن يعالج الأمر بأي طريقة. لكن هل يستدعي أن الصوت يخرج أن يجيء بالحجر ويضربه رقب الصوت يجي يدرك هكذا واش بالمنطق معقول؟ لا يعني بالمنطق فيرضي عليه ولا يسكت الأولى أو الثانية أو الثالثة يعني حتى يقول الإنسان يلا حل يلا فتح المحل وبدا الصوت. نفس المنهجية نفس طريقة في العلاج من اليوم الأول لا زالت إلى الآن. لكن أشياء أخرى تغيرت هي أشياء في بعض النفوس ديال الناس هي اللي دفعته من هذا الشيء. احنا بغينا غير ندينوا للناس لان ما اذينا ما تكلمنا ما كنسبوا ما كنديروا النساء الرقيه الشرعيه واش كاين شي صحيح وشي شي شغل هنا